استخ نفعتني انت خليفه. انا دائما انفعك داوود. ما شاء الله عليك. مو مسماي نفيعي. ناس قريبه هناك جيتي حد لوبيا. اي نعم ما شاء الله زين. شوف الحمد لله رب العالمين. حياك الله. الله اقول لك مو سويت صح في السادة. ما رشيت. ما قايل لك انه ترش عادي عقب اكبر عن الدنجو. عقب غلطان انت المفروض تواصل عمليه ايش ماده توقف. كل سبع ولا كل عشر؟ كل سبع كل عشر مهم نظم الوقت ما او توقف البرع ابدا بتاتا. لكن ترى فيها فتره امان هو يوم قاعد نضق اكلي. لا ما توقفت الامان. هي حتى ثلاث ايام ما اكل ماشي اكل. واذا خطف صغيرين وداره يوكله ده يسوون ملافته. اه انه دونت ايتينج. دونت ايتينج وابوي ما كان لك. شوف كيف زين طيني بعك زيدني خليفه الصدر. ازيدك شيء زيدني. لما يجي وقت الجني الثمار على تاكل هي توقف عن السقي. اقلل ولا توقف؟ قلل من الري. من الري امو حالمو اساس تتمركز العصاره كلها السكريات في الثمره. آه العام الماضي انا مستوي عندي يوم سويت الامطار بالامطار. ايوه كذاك انا واحده زينه هي. واحده ما زينه لقيتها هي فيها سكريات فيه لك امطار الحمد لله نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اذا وقت الاكل يفضل تقليل من عمليه الري اساس ويش حبيب تتمركز السكريات كلها في الثمره. يا اخي انت خليفه ما شاء الله عليك. 10 ايام هي لا تعطيها مي وعادي عادي ما يأثر ويكون بعدهم ضيق وحلو طعمه وسكريات عالية وابوي الله بعدك رجع لي هالموضوع الرش هي. ما أتوقف البري ما تتوقف إطلاقا. أيوة بس يعني إن فترة الأمان ما تأكل منها. بس فترة الأمان ما تأكل منها. حد خبرني يقول يستحب إنه يكون ما مبيد واحد تخير ما بين مبيدين. أيوة هذا كلام صحيح. عشان ضبابة الفاكهة هي يعني تقول يوم تنصدم بالمبيد الأول بعدين تنصدم بالمبيد الثاني. آه يكون ما تأخذ وقاية عن المبيد بمعنى آخر. هي تتورط خليفة صراحة انت فحافظ على الرش كما ما خبرتك. هي 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 نعم مو من الصنف داود هذا البلحي ما شاء الله. من عندي اصناف ما شاء الله كثيرة لكن هذا غزير ما شاء الله زين. لا لا زين طعمه سكري. لكن استخ نفعتني انت خليفة. انا دائما انفعك داود ما شاء الله عليك. مو مسماي النفيعي. النفيعي وابوي احسن ذكرتني بالنفيعة.